الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم معرفي يقدم في مجال الاقتصاد الرياضي موضوع المصفوف المعكوس The Inverse Matrix. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. المصفوف المعكوس The Inverse Matrix قدمت في مقطع سابق موضوع المحددات determinants والمصفوفات matrices مع أمثلة على التعامل معها بواسطة عمليات المصفوفة أو ما يسمى matrix operations، تشمل جمع المصفوفات وضربها وقسمتها على أعداد ثابتة. ثم عرفنا المصفوفة matrix بأنها مجموعة من القيم المرتبة حسب نسق محدد ومدبر، أي أن نسق ترتيبها ووضع بشكل يخدم غرضا معينا مثل حساب محددة المصفوفة أو ضربها بمصفوفة أخرى. ومثال على المصفوفة ما يأتي. الآن لدي 4 مصفوفات، هذه المصفوفة، هذه المصفوفة، هذه المصفوفة، هذه المصفوفة، كل يعني مجموعة من الأعداد المرتبة حسب نسق معين موضوعة بين قوسين مكعبين كما يلي، أو مرات بكون بين قوسين هلالين بتكون يعني تدل على المصفوفة. هذه المصفوفة تتكون من صفين، هذا صف وهذا صف، ومن عمودين، هذا عمود هذا عمود، فتسمى 2×2 مربعة. هي مربعة أي بمعنى أبعادها متساوية لكنها تتكون من صفين وعمودين. هذه المصفوفة مربعة كذلك لأنها تتكون من 3 صفوف و3 أعمدة، فإذا هي 3×3. هذه المصفوفة تتكون من 3 صفوف وعمود واحد، ولذا 3×1، وهنا تتكون من صف واحد و3 أعمدة. هذه الحالة تسمى، هي حالة خاصة من المصفوفات تسمى متجه فيكتور، وهذه كذلك الأمر تسمى متجه. الآن هذا متجه عمود وهذا متجه صف. الآن لدي معلومة أخرى هنا عن القطر. الآن إذا كانت المصفوفة مربعة بمعنى آخر بأن أبعادها متساوية، فإننا نتعامل في بعض الأحيان مع قطرها، وهذا هو القطر المقصود بهذا الاتجاه 2×7، هذا يسمى القطر الرئيسي. وهون عندي الآن 0 و2 و4، هذا القطر الرئيسي لهذه المصفوفة. نتابع عمليات المصفوفات. الآن يمكن إجراء عمليات رياضياتية متعددة على المصفوفة مثل ضرب المصفوفة بمصفوفة أخرى أو قسمتها على عدد ثابت أو جمعها مع مصفوفة أخرى أو طرحها منها، طبعا مصفوفتين نطرح مطروحات من بعضهما بعضا، أو إيجاد محددتها، إيجاد محددتها determinant ومنقولها transpose وحساب مصفوفة العناصر المشتركة cofactor. سأشرح إن شاء الله بعد قليل كل هذه المفاهيم المحددة والمنقول ومصفوفة العناصر المشتركة. أولا ضرب وقسمة المصفوفة. يمكن ضرب المصفوفة بعدد حقيقي ويمكن قسمة عناصرها على عدد حقيقي يختلف عن الصفر، يعني يجوز الضرب بأي عدد حقيقي إلا الصفر. الآن مثال على ذلك، نفترض وجود المصفوفة الآتية اللي هي A تتكون من 3 صفوف و3 أعمدة. A تساوي 0 3 15 1 2 سالب 4 9 9 سالب 4. أردنا أن نضربها باثنين، يعني نريد 2A ضعف A، فبالحالة هاي بتكون نضرب كل عنصر من عناصر هذه المصفوفة A باثنين، فاثنين في 0 2 2 في 3 6 2 في 15 30، 2×1 = 2، 2×2 = 4، 2×4 = 8، حتى ننتهي من آخر هنا عنصر في أقصى يمين وأسفل المصفوفة 2A. يمكن قسمة A على العدد مثلا 3 أو 5 أو 10، لكن اخترنا 3 مثال، فتنتج المصفوفة B. الآن B تساوي A على 3، النتيجة بتكون تقسيم كل عنصر من عناصر A على العدد 3. فالآن 0×3 = 0، 3×3 = 1 صحيح، 15×3 = 5، 1×3 = 0.33، 2×3 = 0.67، وهكذا حتى ننتهي من آخر عنصر وهو في أقصى اليمين الجنوبي من المصفوفة الناتجة. عمليات المصفوفات متمم. الآن جمع وطرح المصفوفات. تجمع المصفوفات وتطرح إذا كانت أبعادها متساوية، أي أن يكون عدد الصفوف مساوي لعدد الأعمدة. مثال على ذلك، لنفترض وجود المصفوفتين A و C.
إيه الآن المصفوفة السابقة التي ذكرتها قبل قليل 0 3 15 1 2 سالب 4 9 9 سالب 4، أما المصفوفة سي فهي 2 3 15 1 سالب 2 5 9 6 3 وهكذا. A زائد B الآن نجمع A زائد B تساوي بالحالة هاي، نجمع هذا العدد مع هذا العدد، 0 زائد 2 يعطينا 2 3 زائد 3 يعطينا 6، 15 زائد 15 يساوي 6. الآن هذه المصفوفة 3 في 3 مربعة وهذه 3 في 3 مربعة بتعطينا النتيجة 3 في 3 مربعة. عملية الجمع تتم كما يلي، الآن يجمع 0 إلى 2 هذا جمع فبعطينا النتيجة هذه. الآن 3 مع 3 تعطي طبعا جمع تعطينا النتيجة هذه، 15 زائد 15 جمع تعطينا النتيجة هذه اللي هي 30، وهكذا لبقية العناصر. 1 زائد 1 يعطينا 2، 2 سالب 2 يساوي 0، سالب 4 موجب 5 بيعطيني موجب 1 وهكذا. أما طرحهما طرح A من C من C أو C من A بكون كما يأتي، A تكون يعني كما ذكرناها قبل قليل و C كما ذكرناها، ف A ناقص C، A ناقص C نفس الإشي يعطيني الآن 0 سالب 2 بعطينا سالب 2، 3 سالب 3 يعطينا 0، 15 سالب 15 بعطينا بالحالة هاي 0، وهكذا لبقية العناصر، وهكذا لبقية العناصر. عمليات المصفوفة متمم. ثالثا ضرب المصفوفات، تضرب المصفوفات ضربا قبليا، إما ضربا قبليا ما يسمى pre multiplication أو ضربا بعديا post multiplication، إذا تحقق شرط محدد وهو أن يكون عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى مساويا لعدد الصفوف في المصفوفة الثانية. مثال على ذلك، لنفترض وجود المصفوفتين A و C الآتيتين. الآن لدي المصفوفة A تساوي طبعا تتكون من صفين وثلاثة أعمدة، 2 7 1 0 1 5، أما C تتكون من 3 صفوف و3 أعمدة. الآن هذه تتكون من 2 في 3 صفين مع 3 أعمدة، أما هذه فتتكون من 3 صفوف 3 أعمدة. النتيجة بتكون طبعا من يعني نتيجة A ضرب C تتكون هذه المصفوفة من صفين وثلاث أعمدة. كيف؟ الآن هنا الشرط الذي تحقق بأن عدد الأعمدة في الأولى تساوي عدد الصفوف في الثانية، فإذا 3 تساوي 3، أما النتيجة بتكون 2 في 3 وهي هذه النتيجة. أرد يعني أعيد العملية، الآن يجب أن تكون الآن يكون عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى مساوي لعدد الصفوف في المصفوفة الثانية. مثال على ذلك، نفترض وجود المصفوفتين، الآن هذه الآن عدد الأعمدة هنا يساوي عدد الصفوف هنا، وبالتالي النتيجة بتكون ما تبقى الآن 2 في 3 وهذه هي النتيجة. كيف الآن؟ يضرب كل عنصر في الصف هذا، الآن يضرب كل عنصر في هذا الصف في العمود الأول، في العمود الأول، ويجمع طبعا اثنين في يعني الآن إذا يضرب كل عنصر هنا في الصف في عفوا كل عنصر في الصف الأول من المصفوفة الأولى في العمود الأول من المصفوفة الثانية، فإذا 2 ضرب 2 يضاف إلها 7 ضرب 1 يضاف إلها 1 ضرب 9 بتعطينا 20. نكمل الآن، 0 في 2 زائد 1 في 1 زائد 5 في 9 بتعطينا النتيجة سالب 2 طبعا، وهكذا حتى ننتهي عفوا بتعطينا 46. لاحظ أرجو أن أعيدها هنا، الصف هذا ضربناه في هذا الصف جمعنا طبعا، والصف هذا في هذا الصف، وعفوا الصف هذا في هذا العمود، والصف هذا في هذا العمود، والصف هذا في هذا العمود، بنجمع وهكذا حتى ننتهي من الآن الصف الأولاني بكافة الأعمدة، ثم ننتقل إلى الصف الثاني في العمود الأول، الصف الثاني في العمود الثاني، الصف الثاني في العمود الثالث، وهكذا حتى ننتج هذه النتيجة وهي 2 في 3 تتكون من 20 سالب 2 68 46 28 و20. إذا الآن هذه النتيجة، يجمع حاصل الضرب بين كل عنصرين هنا، وهذه تسمى A ضربت قبليا ب C، A ضربت قبليا ب C بسميها A pre multiplied by C.
نلاحظ بأنه لا يمكن ضرب سي بي اي ضربا قبليا، لأن الشرط لا يتحقق. إذا الآن أردنا أن نضرب سي في اي ضربا قبليا، فإن الشرط لا يتحقق، وبالتالي لا يمكن يعني إجراء عملية الضرب القبلي سي بي اي. نكمل. رابعا، الآن محددة المصفوفة determinant المصفوفة ثم معكوسها. تحسب محددة المصفوفة إذا كانت مربعة، يعني لا يمكن حساب معكوس المصفوفة أو محددتها إلا إذا كانت مربعة، أي أن أبعادها متساوية، بمعنى آخر 2 ضرب 2 أو أعلى، يعني صفين وعمودين أو أكثر، 3 صفوف في 3 أعمدة، 4 صفوف في 4 أعمدة، وهكذا. وبواسطة المحددة يحسب معكوس المصفوفة ذاتها. مثال عادات، لنفترض وجود المصفوفة أي الآتي، وهي أبسط أشكال المصفوفة. الآن 2 في 2 هذه تتكون من 2 في 2، A تساوي 3 سالب 1 5 في 7. محددة هذه المصفوفة، نضرب الآن 3 ضرب 7، نطرح منها حاصل، يعني الآن 3 ضرب 7 21 أخرجناه هنا. يطرح منها الآن النتيجة، نأخذ الإشارة بعين الاعتبار، ف5 ضرب سالب 1 بيعطيني سالب 5، سالب سالب 5 يساوي 26، إذا بتكون النتيجة 26. إذا أول عملية أعيدها، الآن نضرب 3 ضرب 7، نطرح منها 5 ضرب سالب 1، فإذا 3 في 7 يساوي 21، 5 ضرب سالب 1 سالب 5 ومطروحة منها، وبالتالي بتعطينا 26. إذا عملية الضرب هذه، لأنها أبسط أشكال المصفوفات تتكون من صفين وعمودين، فهي بسيطة. أما الآن إذا كانت المصفوفة من أبعاد 3 في 3 أو أعلى، فإن العملية تتعقد إلى شيء ما. مثال على ذلك، لنفترض وجود المصفوفة A الآتي. الآن المصفوفة A تساوي تتكون من 3 صفوف 3 أعمدة، 2 3 15 1 سالب 2 5 9 6 3. الآن ما يحصل بأننا سنأخذ هذا العدد 2، نشطب الصف الذي فيه هذا العدد والعمود الذي هذا عدد نبقيه، طبعا نشطب هذا الصف وهذا العمود، فيبقى لدينا مصفوفة فرعية تتكون من عنصرين، من 4 عناصر، صفين وعمودين. فالآن هذا الاثنين نقلناها هنا، ويشطب الصف ويشطب العمود الذي يتبع تتبع له 2 هذا العنصر، فيبقى لدي الآن محددة هذه المصفوفة وهي هذه. ننتقل إلى العدد الثاني 3، فنأخذ 3 نضعها هنا. طبعا يجب أن تتغير الإشارة، الآن هنا نبدأ بالموجب، لكن إذا كانت إشارة 2 سالبة فنأخذ السالب بعين الاعتبار، وهنا الآن نقلب الإشارة تصبح سالبة، فإذا كانت سالبة أصلا هنا فتصبح موجبة، لكن بما أنها موجبة الآن نأخذ الرقم السالب طبعا هنا، وبالتالي الآن أخذنا 3 ووضعناه هنا، نشطب الصف اللي تقع فيه 3 والعمود الذي تقع فيه 3، فيبقى لدينا مصفوفة بسيطة وهي 1 3 9 5. الآن نأخذ يعني نحسب محددتها. وأخيرا العدد هذا العنصر الثالث في الصف الأولاني فقط لا غير، نشطب الصف اللي تابع له والعمود، أو عفوا الصف التابع له والعمود اللي تابع له، وبالتالي يبقى عندنا مصفوفة 1 6 1 6 و9 سالب 2 9 سالب 2. إذا الآن من يعني نحسب المحددة تبعتها، وبالتالي بتكون 2 في محددة هذه المصفوفة، سالب 3 في حمل المصفوفة، بوزيتيف. هون الآن غيرنا الإشارة، إلا إذا كانت هذه سالبة فتبقى سالبة، وبالتالي بتكون النتيجة هكذا 414. إذا محددة هذه المصفوفة تساوي 414 حسب العمليات التي قمنا بها. نكمل. خامسا، معكوس المصفوفة inverse matrix. يحسب معكوس المصفوفة إذا كانت مربعة كما ذكرت قبل قليل، أي أن أبعادها متساوية 2 ضرب 2 أو أعلى. مثال على ذلك، نفترض وجود المصفوفة الآتي، وهي أبسط أشكال المصفوفات. لدينا مصفوفة A تساوي 3 سالب 1 5 و 7، الآن صفين وعمودين. الآن خطوة، تحسب محددة المصفوفة مثل ما حسبناه ها في المثال السابق، كانت 26. الـ A تساوي الآن نضرب هذا العدد في هذا العدد، نطرح منه حاصل، الآن نطرحها سالب هذه القيمة ضربها، وبالتالي بتساوي 21 سالب سالب 5 ويساوي 26، إذا النتيجة تساوي 26 محددتها. ثم تحسب
مصفوفة العوامل أو العناصر المشتركة كوفاكتور ماتريكس التي تتشكل من 4 عناصر. قبل ما أذكرها الآن، كل عنصر من هذه العناصر التي وقعت في المصفوفة الأولية اللي هي A له عامل مشترك أو عنصر مشترك. يعني هذا له عنصر مشترك، الآن سنتعرف عليه، وهذا له عنصر مشترك، وهذا له عنصر مشترك، وهذا له عنصر مشترك. هذا موقعه في الصف الأول العمود الأول، هذا موقعه بالصف الأول عمود الثاني، هذا موقعه بالصف الثاني العمود الأول، وهذا موقعه الأخير في الصف الثاني من العمود الثاني. إذا نأخذ المواقع بعين الاعتبار، كيف تحسب الآن؟ كوفاكتور ماتريكس، لأن ذكرنا بأنها تتشكل من 4 عناصر كما يلي. هلأ كوفاكتور ماتريكس أو ما يسمى العنصر المشترك للثلاثة اللي هو كوفاكتور أوف ثلاثة، بنأخذ الآن يعني -1 مرفوعة للقوة موقع الصف وموقع العمود. الآن فيبقى عندي الآن نشطب الصف ونشطب العمود، يبقى عندي 7، إذن هي 7 لكن مضروبة في -1 للقوة الصف والعمود. الآن الصف والعمود هما الصف الأولاني والعمود الأولاني مضروب -1، إذن هاي بتكون موجبة، وبالتالي 7 في 1 تساوي 7. هلأ الكوفاكتور للواحد الثاني، الآن الكوفاكتور لهذه اللي هي العنصر الثاني الذي وقع في الصف الأول العمود الثاني، الصف الأول العمود الثاني، وهو العنصر المشترك للـ -1، العنصر المشترك للـ -1 يساوي -1 مرفوع للقوة الصف والعمود، الصف الأولاني العمود الثاني. إذن الآن هذه 3 تصبح، هنا تربيع هنا تكعيب، فالتكعيب للسالب يعطيني سالب، لكن ما تبقى عند شطب الصف والعمود يبقى عندي لدينا 5 هنا، فمضروبة في 5، إذن -1 للقوة تكعيب 3 يعني في 5 بعطينا -5. إذن هذا العنصر الثاني من مصفوفة العوامل المشتركة والعناصر المشتركة. الكوفاكتور الثالث وهو العنصر المشترك للعنصر الذي وقع بالصف الثاني العمود الأولاني، الصف الثاني العمود الأولاني، فإذا تشطب يشطب هذا الصف ويشطب هذا العمود، إذن يبقى لدينا -1 هنا، هذا هو -1. بما أنه مضروب -1 للقوة صف زائد عمود، هنا 2 زائد 3، إذن يبقى سالب مضروب في سالب يعطينا 1 صحيح. وأخيرا العنصر المشترك لآخر عنصر 7 الذي وقع بالصف الثاني والعمود الثاني، نشطب الصف التابع له والعمود التابع له، يبقى لدينا 3 ومضروبة في -1 للقوة صف زائد عمود. الآن هذه 2 زائد 2 يساوي 4، إذن سالب أي رقم سالب أو يعني قيمة سالب مضروبة مرفوعة لقوة زوجية ستبقى موجبة أو ستكون موجبة، مضروبة في 3 إذن تساوي 3، لأنها -1 مرفوعة لقوة 2 زائد 2 ضرب 3 وتساوي 3. إذن هذه العناصر الأربعة التي ذكرتها، 4 عناصر تسمى مصفوفة العوامل أو العناصر المشتركة كوفاكتور ماتريكس، وهي هنا كوفاكتور في A تساوي 7، -5 اللي هي 7، -5 1 3، 7 -5 1 3. نكمل الآن مصفوفة المعكوسة. الخطوة الثانية يحسب منقول ترانسبوز مصفوفة العوامل المشتركة، وتسمى المصفوفة المجاورة الجوينت ماتريكس كما يأتي. تحول الصفوف إلى أعمدة. الآن هذه الآن التي حسبناها قبل قليل كوفاكتور في A اللي هي 7، -5 1 3، تصبح الآن الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف كما يلي، تصبح كما يلي. الآن لاحظوا الجوينت ماتريكس اللي هي مصفوفة المصفوفة المجاورة تساوي منقول الكوفاكتور، كوفاكتور في A منقول، هاي إشارة المنقول، فهذا الصف يصبح عمود وهذا الصف يصبح عمود. إذن هذه مصفوفة الجوينت ماتريكس أو المصفوفة المجاورة. الخطوة الثالثة والأخيرة يحسب معكوس المصفوفة بقسمة كل عنصر من عناصر منقول مصفوفة العناصر المشتركة على محددة المصفوفة، أي 26. نقسم كل عنصر هنا على محددة المصفوفة الأصيلة الأولية اللي هي طبعا 26 بتكون قيمتها، فمنقسم 7 على 26، 1 على 26، -5 على 26، 3 على 26، فبالتالي بتكون هذه طبعا رمز للمصفوفة المعكوسة، يعني مرفوعة على -1، ليس بالمعنى التقليدي، ليس معنى جبريا، إنما هو عرف اتخذه الرياضياتيون
والاقتصاديين قياسيون على بالقول بأن هذا رمز للمصفوفة المعكوسة، وبالتالي يساوي 7 مقسم على 26، 1 مقسم على 26، سالب 5 مقسم على 26، هذه القيم التي ذكرناها قبل قليل، وأخيرا 3 تساوي 26 تعطينا هذه القيم فاصلة 26 92 فاصلة 0 3 85 سالب فاصل 19 23 وأخيرا فاصل 11 54. هذه هي مصفوفة المصفوفة المعكوسة للمصفوفة الأصلية التي ذكرتها. نكمل الآن مثال لنفترض وجود المصفوفة الثلاثية الآتية. الآن هذه المصفوفة الثلاثية B تساوي 2 3 15 1 سالب 2 5 9 6 3. الآن هذه تتكون من ثلاث صفوف وثلاث أعمدة. أول ما نقوم بحساب هو كل عنصر من هذه العناصر له عناصر مشتركة نسميها الكو فاكتور ماتريكس. إذا الكو فاكتور حسبنا في الخطوة الرابعة من المثال الأسبق محددة المصفوفة بيتا أو بي وكانت قيمتها 414 حسبناها محدد كان طبعا سميناها إيه لأننا نختلف عن إيه فالقيم ذاتها حسبنا محددة هذه المصفوفة كانت تساوي 414. المطلوب الآن حساب مصفوفة العوامل المشتركة كو فاكتور بي التي تتكون من 9 عناصر. عندي 9 عناصر كل عنصر له يعني نسميها احنا كو فاكتور او عنصر مشترك وبالتالي بيكون 9 كل واحد مقابل واحد. الان كو فاكتور للعنصر الذي وقع في الصف الاول والعمود الاول اللي هو 2 الان كو فاكتور لهذا 2 يساوي سالب 1 للقوه صف عمود مضروب ب مصفوفه ما تبقى بعد شطب الصف وشطب العمود يبقى لدينا مصفوفة سالب 2 5 6 3 وهكذا. الآن الكوفاكتور للثلاث التي وقعت في الصف الأول العمود الثاني 3 بعد ما شطبنا الآن الصف الذي وقعت فيه 3 والعمود الذي وقعت فيه 3 يبقى عندي المصفوفة 1 5 9 3 1 5 9 3 بتكون طبعا نتيجتها هي 36 سالب هي 42 وهكذا. نتمم الكوفاكتور الذي وقع في الصف الأولاني العمود الثالث وهو 15 الآن فكوفاكتور العنصر المشترك للعنصر هذا 15 يساوي سالب 1 للقوة 1 زائد 3 صف عمود في الديترمينت بعد ما شطبنا الصف هذا والعمود هذا يبقى عندي المصفوفة 1 6 1 6 9 سالب 2 9 سالب 2 بيكون نتيجة 24 وهكذا لبقية العناصر. الآن نحسبها الآن مثلا الكوفاكتور للواحد اللي هو الذي وقع في الصف الثاني العمود الأولاني نشطب الصف الثاني والعمود الأولاني فيبقى عندي المصفوفة 3 3 و 6 15 3 3 6 15 النتيجة بتكون 81. الكوفاكتور لبي 2 2 يساوي سالب 29 الكوفاكتور لبي 2 3 يساوي 15 الكوفاكتور لبي 3 1 تساوي 45 الكوفاكتور لبي 3 بي 3 2 طبعا تساوي 5 واخيرا الكوفاكتور لبي 3 3 اللي هو بيكون 3. هذا هو اخر كوفاكتور نشطب الصف نشطب العمود فيبقى عندي 2 سالب 2 1 3 2 سالب 2 1 3 النتيجه بتكون 7. اذا الان بتلاحظوا باننا استخرجنا 9 عناصر. إذن الآن هذه مصفوفة العناصر المشتركة لهذه المصفوفة الأولية سالب 36 42 24 42 24 81 سالب 129 15 45 5 سالب 7 وهكذا. الآن نريد أن نحسب المصفوفة المعكوسة. نحسب منقول الآن ترانسبوز مصفوفة العوامل المشتركة للوصول إلى المصفوفة المجاورة الجوينت ماتريكس كما ذكرتها قبل قليل كما يأتي. تحول الصفوف إلى أعمدة أي أن الآن كوفاكتور بي التي حسبناها قبل قليل يصبح كل صف فيها عمود هذا الصف يصبح عمود وهذا الصف يصبح عمود أو هذا العمود يصبح صف وهكذا. أي هذه المصفوفة تصبح كما يأتي الآن adjoint of B تساوي كوفاكتور of B transpose يعني منقول هذه المصفوفة ويساوي سالب 36 42 24 لاحظوا لي سالب 36 42 أصبحت هنا الـ 24 أصبحت هنا وهكذا البقية بقسمة كل عنصر من الـ adjoint of B على
ديترمينت بي اللي هي 418 نحصل على بيتا اللي هي معكوس، عفوا معكوس المصفوفه. اذا معكوس المصفوفه يساوي 36 مقسم سالب طبعا على 414، 81 مقسمه على 414، 45 هنا مقسمه على 418، وهكذا البقيه. فبكون عندي بالحاله هاي المصفوفه المعكوسه هذه المصفوفه، هذه المصفوفه. الآن من صفات المصفوفة المعكوسة ما يأتي: أرجو أن يتأكد المتابع من صحتها بالتطبيق المباشر لكل صفة. A مضروبة في B، معكوسها، معكوس هذه يعني الآن A مضروبة قبليا في B، معكوسها حملية الضرب تساوي معكوس B مضروب في معكوس A. لاحظوا لي انقلبت الآن المواقع. A مضروبة ضربا قبليا في B، لكن الثنتين يعني مأخوذ عكس مصفوفتين، معكوس حاصل الضرب، معكوس حاصل الضرب القبلي يعطينا الآن معكوس المصفوفة الثانية مضروب في معكوس المصفوفة الأولى. إذا كان في عندي ثلاثة أو ثلاث مصفوفات A B C، لاحظوا لي كيف الضرب القبلي A مضروبة في B مضروبة في C، والترتيب هون مهم جدا. معكوس حاصل الضرب يعطينا معكوس الأخيرة مضروب في معكوس الوسطى، بقيت ب مكانها مضروب في معكوس الاولانيه، اذا الترتيب اختلف، مضروب بمعكوس كل مصفوفه منها. الان معكوس المعكوس يعني عندي الان المصفوفه المعكوسه ب، اذا اخذنا عكسها يعني عكسناها فتعطينا المصفوفه الاصيله. الان معكوس الترانسبول، معكوس المنقول يعطيني منقول المعكوس، منقول المعكوس. واخيرا اذا عندي الان مصفوفه معكوسه ايه ضربناها بالمصفوفه الاصيله تعطينا ما يسمى بالمصفوفه مصفوفه المتساوي ايدنتيتي ماتريكس، حيث ايه نفسها الان اذا ضربناها في ايه يعني هنا الضرب القبلي والبعدي يعطينا نفس النتيجه، حيث اي تسمى مصفوفه المتساوي او الوحده ايدنتيتي ماتريكس، يتكون كل عنصر على قطرها الرئيسي من الواحد الصحيح وأصفار في بقية المواقع. مثال على مصفوفة الوحدة، من المثال A تساوي 3 سالب 1 5 7، حسبنا المصفوفة المعكوسة وكانت كما يأتي. الآن هذه المصفوفة المعكوسة حسبناها قبل قليل وكانت نتيجة كما يأتي. الآن ما يعني بأن معكوس المصفوفة هذه مضروب في المصفوفة الأصلية، هذه مضروبة في المصفوفة الأصلية. لاحظوا معكوس المصفوفة هذا مضروب في المصفوفة الأصلية، أعطانا الايدنتيتي ماتريكس اللي هو واحد على القطر الرئيسي في أصفار في كل مكان آخر. شكرا لكم على حسن متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.